سامدوريا عندما يلعب خارج أرضه في آخر 21 مباراة يقابل اليوفنتوس، الفريق اللي مباريات السبعة الماضية كلها كانت فوز، كلها كانت فوز. كرة خطيرة، ضربة جزاء، ضربة جزاء تحتسب على دوناتي. خلونا نشوفها بالإعادة، وفي الإعادة إفادة. إيه نعم، الدفع موجود، الدفع موجود، عينك على دوناتي. ماذا فعل؟ فعل خطأ لا يغتفر في منطقة الجزاء. إلى التتويج، ضربة جزاء، فيدال على التنفيذ، يتقدم، هي جول، هي جول، يتقدم به اليوفنتوس، هدف يريح الكل، هدف يريح الكل، لأن اليوفنتوس الآن يتقدم. صارت 1-0، صارت أسهل بكثير. وين رايح؟ وين رايح؟ وين رايح؟ إليكس؟ لا، إليكس مو موجود. يعني بيبي، بيبي والله افتقدناه بيبي، لاعب الجولف. كرة جميلة تنحط، جميلة جدا، وحقيقة أصبح الآن هو الاختصاصي في تنفيذ ضربات الجزاء لليوفنتوس بإجادة كبيرة جدا. اللاعب المطلوب، اللاعب المرغوب، مرغوب في بايرن ميونخ مع غوارديولا، مرغوب في المان يونايتد، مرغوب